ثلاث سرور. انا اختها. لا يا فندم، لازم هي حضرتك تيجي وتستلم. يا سوزي يا سوزي تعالي بسرعه، الرد جه من لبنان، تعالي عشان تستلمي الجواب. في ايه؟ امتى استلام؟ الجواب ده فين؟ السعد والهنا والمستقبل وافقوا وافقوا عايزينك تبعتي لهم بسرعه عشان يبعتوا لك تذاكر الطيران. ما كنتش فاهمه ان الموضوع هيقلب بجد كده. امال انت قلتي لي ابعت لهم ليه؟ كنت بريحك بس. بس ما ينفعش تضيعي الفرصه دي من ايدك، قصدي يعني من ايدين. مش عارفه. طب تعالي كده نحسبها بالعقل، انت هتاخدي من هناك مرتب بما يوازي 30,000 جنيه مصري، ده غير الشقه والعربيه، وانت هنا ما بتكمليش 1000 جنيه في الشهر. وبعدين بقى موضوع مصطفى دوت حب ضايع على الفاضي، وهو اتحبس، وانا بصراحه عايزه ابتدي مشواري. وبعدين ملناش حد هنا في مصر يسال علينا، يبقى هنقعد نعمل ايه؟ عايزاني ارد عليهم امتى؟ قومي انت بس اغسلي وشك وروقي كده على ما انا احضر الفطار، وبعدين نرد عليهم ونقول لهم هنسافر امتى. يبقى لازم انزل قبل السمسره عشان ابيع الارض. هو ده الكلام ولا بلاش؟ ولا ما انا عارفه اذا كان ده صح ولا غلط، اهو نجرب يمكن ربنا يعوضني. بقول لك ايه يا طاهر؟ يا حلو، قاعده لوحدك محدش جاي. النبي تبسم، النبي عسل. بقول لك ايه يا قمر؟ ما تيجي تقعدي جنبي. وبعدين ما يصحش كده، عيب الناس تقول ايه. ايوه كده، لغيني تلاقيني. طب عشان كلام الناس وعنيهم ما اقعد انا جنبك. لا اعقل ما تبقاش مجنون، خطيبي لو جه وشافك بتعكسني ممكن يزعل منك قوي، ده دمه حلو. انت مش واخده بالك مني ولا ايه؟ ده انا بطل دولي في السومو. جاشش الجدع ده مضايق كل حاجه. مين؟ حشيش قلبي المعلم كركر يا محاسن الصدف. كركر ايه يا بخل انت؟ انا كوكي بيه صاحب الكافيه ده كله. انا حمودة النحيف زبونك في الغرزة. الله، وانت غيرت النشاط ولا ايه؟ لا شايفين يعني تكريس حجرة ولا انفاس، وفين الهام وانعام؟ ايه ده، انت نسيتني ولا ايه؟ مش فاكر. يخلق من الشبه 45، ثم انت عاوز ايه؟ بتعكسها ليه؟ الله، هو انت خطيبها؟ يا حلاوه يا حلاوه. امال الست فتحيه الندابه راحت فين؟ راحت في الوضع. ايه يا ست فتحيه؟ انا بصيت عليك النهارده لما جيت اصلي الظهر لقيت العشاء مقفوله، قلت يمكن راحت مشوار كده ولا كده. جيت اصلي العشاء لقيت برضو العشاء مقفوله، قلت لا ما بديهاش بقى، واجب ان انا اسال عليك. كتر خيرك يا جلال بيه، تمر فيك العيش والملح. قصدك القهوة والشاي. خير يا ست فتحية؟ ما تشتغليش ليه؟ سهري اني تعبت وصحتي بقت على قدي، بفتح يوم واقفل يوم، وبقيت بنام على طول يا جلال بيه. طب امال فين البنات؟ ما حدش فيهم بيساعدك؟ البنات، البنات خلاص كبروا وعايشين حياتهم ونسي أمهم اللي تعبت وشقيت وربت وكبرت. يلا. امال فين انعام؟ مش شايفها يعني؟ انعام قاعده عند اختها الهام، اصل الشقه شرحه هناك وواسعه وفيها موكيت وتكييف وحمام سائع وحمام سخن. ربنا يخليهم لبعض ويخليهم لك. امال فين يعني المعلم كركر؟ انا مش شايفه. حد عارف هو فين دلوقتي وبيعمل ايه؟ ده مقبول، مش فاهم بيجيب الكلام ده منين. معقوله مش هو؟ ازاي ده؟ انا ما انساش شكله ولو بعد 100 سنه. انا موافق على الموضوع. موضوع ايه يا كوكي؟ اتجوزك ورشه. بس الورقتين معايا. ماشي معاكي. طب وهتديني كام مهر؟ ولا العرف ليه مهر؟ طبعا انت ما تعرفش ولا ايه؟ اه نسيت. ربع جنيه وبعدين مؤخر. ربع جنيه؟ انت اكيد بتهزر يا رب. وهتعملي بالمهر ايه؟
هفرش الشقة من جديد عشان تليق بي. شقتي ايه؟ شقتي يا كوكي. يو بقى مالك؟ مالك النهاردة مش عاجبني من ساعة ما الراجل التخين مشافك. قولك ايه؟ قومي نكمل كلامنا في أي حتة تانية. قومي. آه يا زمن. طبعا. ما هو خايف لحسن أروح أقول للجماعة. صحيح. الحظ لما يأتي يخلي التراب يكفياتي. عايزين نقعد مع بعض نتكلم على المفتوح. آه. عايز تلعب على المكشوف يعني. أيوه أيوه بالظبط كده، نلعب على المكشوف. الليلة دي بعد ما المعازيم يمشوا والحفلة تخلص نقعد ونصفي حساباتنا مع بعض. ويا ترى هنصفي حساباتنا أنا وأنت بس؟ ولا دينا هتحضر القعدة؟ لا. نصفي حساباتنا أني وأنتي وبس. شكلك عاوزة تقولي لي حاجة ومش قادرة. هو أنتي عملتي حاجة عن نتيجة التحاليل؟ كنت هعدي أجيبهم النهاردة بس نسيت، وأديني دلوقتي عندي شغل. طب وما خليتيش في حد من الفندق يجيبهم؟ معقولة؟ معقولة أخلي حد من الموظفين عندي يعرف حاجة عن أختي؟ في حاجة أنتي عارفاها ومش عاوزة تقولي لي. بطلي عبط. يلا اطلعي كملي هدومك وسرحي شعرك عشان تنزلي، انا كده متاخره جدا على الشغل. اه ما تنسيش تحطي طقم السهره في الشنطه، عندنا مشوار مهم جدا النهارده. طقم سهره ايه يا بنت؟ الفستان اللي جبتهولك عشان تلبسيه لما يبقى عندنا سهره ولا حاجه. اصل احنا النهارده معزومين في حفله بتاعت ناس عليوي قوي، هتشوفي حاجات عمرك في حياتك ما شفتيها. بقولك ايه، انت في حاجه تانية عارفاها ومش عاوزه تقولي لي؟ هو انا هتروح عن اختي؟ يا بنت بطلي زن. عموما يا ستي عرفت لك كل حاجه على الواد اللي اسمه كروان ده. ايه بجد؟ لقيتيه فين؟ طب عنوانه ايه؟ ايه يا بنت مضروبه، اهدي شويه. هيتجوزك يا بنت. هيتجوزني؟ ازاي؟ ازاي اتجوز واد عبيط بعد ما عشت معاكي في القبه دي كلها؟ ده انت اللي طلعتي عبيطه، مش هو اللي عبيط. ده طلعت وراه حكايه زي اللي بنشوفها في المسلسلات والتلفزيون. شفتيه الهم؟ اه جبته عندي الاوتيل بعد ما دوخنا وراها السبع دخيت. هما مين دول اللي داخل؟ حبايبي حبايبي وناس اللي بيحبوا يخدموني. المهم يلا نكمل كلامنا في العربيه. ما السواق هيسمع؟ مفيش سواق، انا اللي هسوق يا عيني. يلا يا بنتي روحي خلصي هدومك بقى، انا كده مستعجله هتاخر. بطلي رغي يلا قومي. كنت عايز اعمل ايه ان شاء الله مع طلب رفع الحسن عنك في مجلس الشعب؟ والله انا حاسس ان كل المصايب اللي بتلف على دماغي دي بسبب اخوكي. حاسس انك في ورطه؟ انا؟ لا يا ماما، انا ما اتغلبش بسهوله. انا معايا ورق هطلعه وقت اللزوم، هيودي كل اللي انت شايفاهم دول في 60 دقيقه اذا ما لحقونيش واتدخلوا. طالما يا حبيبي تطلع في الروح كده، لو سمحت طلقني. لا مش دلوقتي، انا اللي اقول امتى وبكام. بكام؟ قول بكام يا ابو العز وندفعك. بس معنى كلامك ده انك عارفه كويس قوي اللي بيتدبرني. عارفه؟ عارفه لو قلتي لي ساعتها هطلعك. ابو العز انا ماليش دعوه بالالعاب بتاعتكوا دي. ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت شايف انت بتكلم مين؟ ترى خلاص خلاص زهقت. اسمعني، تبلغ اخوك يتدخل ويحاول البلاغات اللي ضد البلاغات كيديه، ساعتها بس ساعتها بس هطلعك. الو، ايوه يا ابي، لو سمحت تعالي دلوقتي حالا. بتكتبي ايه ده كله؟ حب دعتك يا روحي. هبطتي؟ مال الشهود فين؟ لما نتجوز الاول نخليهم يمدوا. يا سلام يا سلام يا سلام، ده الجواز العرفي ده عسل يا جماعه، مش ممكن. لا زنبليطه ولا دوشه ولا حد بيعرف حاجه ولا منشاف ولا منديري، مش ممكن. ده ايه الحلاوه اللي احنا فيها دي؟ بس بيقولوا عليه حرام. واحنا معقوله برضو يا حبيبي هنغضب ربنا عشان نتجوز؟ ده جواز مش حاجه وحشه او قبيحه لا سمح الله. بطاقتك فين؟ اشمعنى انا بس؟
حطيت رقم الباسبور يا حيف. يلا عندي هاني. عندي ده انا عندي وابسط كريم. ايه وانا عملت حاجه غلط؟ فين مهري يا حبيبي؟ انت عايز تخم ولا ايه؟ عايزني امضي لك ونقوم ندخل من غير ما اقبض مهري؟ ده حتى كده الجوازه تبقى باطله وحرام. يا بنت الناصحة افتكرت المهر؟ ما خلاص كنت هتمضي ونقوم نكسر الدنيا. ايه ده 100,000 بس؟ احنا اتفقنا على 300. يا حبيبتي المية دلوقتي كويسين، اصلا لو سرحت 300 بحالهم كده من البنك هيخست عاملني. انا عايز اقول لك حاجة، واحنا مش مع بعض يعني كل حاجة هتمشي تمام. اللي انت عايزاه بعد كده يا ستي بخدي. ايه بقى 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 مش هنمضي بقى؟ ها الشويتين مفعولهم مجروح. انا همضي لك بس عشان محب، بس انا مش هسيب بقيت مهري. مفيش دخله ولا ايه؟ وامضي امضي، مضيت ودفعت. لا ده انا ولع البيت اللي فيه. اذا كنت انا ولع، انا تعبان يا جماعه. كوكي انت ايه؟ هتعمل ايه؟ الله ايه ده؟ انت ايه؟ هتعمل ايه؟ مش ممكن. ايه ده؟ ايه الطعمه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ محلوه قوي. يا معين يا قوي. انا كنت ناوي اقول لك كده انا كمان. وعشان كده بقى لازم تاخد بالك من نفسك وصحتك طالما يا ستي بقيتي لوحدك. انا مش لوحدي يا جلال، انا معايا ربنا اللي هو احسن من الكل. ونعمة بالله. على فكره يا ستي بتحيي، انا بفكر اشوفك صبح عندي في الكل. بوكتك ايه يا جلال بيه؟ بعد ما شاب ودوك كتاب. شاب فشل، ده انت لسه شباب. وهتشغلني عندك ايه بقى؟ مذيعه ولا اي حاجه؟ مذيعه. الله يحزك يا فتحيه، دمك خفيف. قولي لي انت مش بتعرفي تقري وتكتبي ومعاكي بطاقه؟ يعني خلاص انا بكره الصبح بدري هعدي عليكي واخدي نروح وطلع لك بطاقه ضريبيه. وهتفتح عليا حنفيه الضرايب ليه بس يا جلال بيه؟ ده انا طول عمري في حالي وماشيه جنب الحيط ومحدش يعرف عني حاجه. توديني للضرايب برجليا؟ وفي عندي في القناه العقد بتاعه خلاص هيخلص قريب، ولازم نعمل مناقصه وننزله في عقد جديد. فانا شايف يعني ان انت اولى من الغريب، وبعدين البوفيه ده هو مكسبه معقول وايجاره معقول كمان. بس مش ده المهم، الاهم من ده وده ان انت تخرجي من الام اللي انت حابسه نفسك فيه. لازم تشوفي الناس وتتكلمي مع ناس وتشوفي الدنيا ماشيه ازاي، هو ده الاهم عشان خاطر نفسيتك ما تتعبش. من سمعك يا جلال بيه والله انا ما بقيت عارفه اودي جمايلك دي كلها فين. انت على طول كاسفني كده، نفسي اعمل معاك اي واجب. بس انا ماليش في حكايه البوفيه دي، النصبه كده على قدي. خلاص بقى يا فتحيه الكلام خلص، بكره الصبح هعدي عليكي ونروح نعمل المشوار ده مع بعض. اتفقنا؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. اجي اوصلك؟ لا
خليكي انتي مستريحة، أنا عارف طريقك كويس. سلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة يا راجل يا طيب، يا أبو قلب حلو وكله حنية. أنا تعملي كده فيا يا إلهام؟ بعد ما طلعتك من تحت الأرض لحد ما وصلتك فوق فوق، تعملي معايا كده؟ الصبر طيب. قالوا ايه؟ بعتل المحامي بتاع المحروس جوزها. ايه يا قرش ده، انت مسافر على الاخر، امسك. انا لا مسافر ولا حاجه يا عم كلام، انا هنا وهفضل هنا. شكلك بتحب ومجروح جرح جامد قوي يا صاحبي. اسالني انا، من اصل زمان يا مصطفى كنت بكتب شعر، وعارف الحبيبه بيحسوا بايه. دوست على الجرح يا كلاني، منك لله. بس انا فعلا بحب الهام، ازاي هنتقم منها؟ مش هتهون عليا. لا ده انت حالتك بؤس على الاخر، اقصر حالك ده كان هيطير النفسين. اسامحها ازاي وهي اللي رمتني الرميه السودة دي؟ لا بلاش اظلمها، ما يمكن تيسير بيه جوزها هو اللي حب يتخلص مني ويزيحني من طريقه. بس هو خلاص كان اتجوزها. يوه انت كده هتتجنن يا درش، زي ما يكون قلبي كان حاسس باللي هيجرى. ساعة ما عرفتك ولا ايه؟ لا باشا انا اسف، ما اقصدش يعني، انا كل اللي اقصده يعني انه شد عصبي عادي ما بين الراجل ومراته ولا ايه؟ ما ينفعش يدخل السجن وانا على ذمتي يا بيه. سجن؟ يبقى انا زي ما قلت بقى، انتوا بتدبروا لي حاجه عشان تسجنوني. انت ادفع ان انا ادبر لك حاجه. يلا يا شريح غير هدومك، وانت يا ولد بكره الصبح تبعت لها ورقه الطلاق بتاعتها. سامع يا ولد؟ Thank you.
فين يا أكرم؟ آه نسيت، المصيبة دي نسيتني، ده عامل حفلة. طب أروح أقوله الخبر المهبب ده وأبوظ الحفلة ولا استنى؟ دلوقتي حيرمي السبب علي أنا، عيني ماليش ذنب، هما اللي بيعرفوا كل كبيرة وصغيرة في البلد دي. أهم حاجة أمنت نفسي بموضوع الأسهم ده، يبقى اللي هو عايزه يعمله. بس ده قلبه ميت، يعني ممكن يقتلني ويتويني، وأنا ماليش أهل ولا من شاف ولا من دري. لا أنا هقوله الصبح، واللي يحصل يحصل، البلد برضو فيها قانون، وبعدين هيخاف يعمل معايا أي حاجة علشان هو ملطوط في مليون حاجة. إيه ده؟ أنت هنا مدام بهية؟ أنا مش مدام يا حسين، أنا أنسة. أنا مؤاخذة، أنا آسف، معلش. أنت مش هتروح لحفلة ولا إيه؟ لا طبعا رايحة، بس كان معايا ورق مهمة قوي جبته على مكتب أكرم بيه ومشي على طول. يا بختك، تصوري يا بدراع اليمين وما عازمنيش في الحفلة. آه ما هو أكيد نسي، ما أنت عارف إن مشغولياته كتير. فعلا مشغولياته كتير، تلات نسوان على ذمته، ربنا يقويه. قولي يا حسين، المهم اخبرنا احنا ايه؟ بقول لك ايه يا زوق، لو بتحب واد عبيط وهبل. انا احب عبيط وهبل؟ بس عليك يا بص، الظاهر الصف اللي ادتهولك مضروب يا ست فريد مثلا. ماشي فرضنا. والواد العبيط لهبل ده سلبك اعز ما تملك الانثى، جاته خيبه مش هيلاقي. اه صحيح، انا ناسي ان انت ما عندكيش اعز ما تملك الانثى. المهم الزبون ده عمل عملته وفص ملح وداب، هفضل وراه لحد ما اجيبه من قفاه. وبعد ما تجيبيه من قفاه هتعملي فيه ايه؟ لو ما احترمش نفسه واتجوزني هموته. هتموتيه؟ هتموتيه ازاي؟ ايه الحكايه البايخه دي؟ يلا نشغل مزيكا ونرقص، انت نكد قوي الليله يا ست. قولي لي بس هتموتيه ازاي؟ هحط له سلم في الاكل. نفرض ما كلش، هضربه بالسكينه. نفرض طلع جامد وخد منك السكينه، هديله رصاصتين، واحده في قلبه وواحده في دماغه، عشان نخلص بقى من الحكايه النكد دي. يا ساتر يا رب. بعت ابو العز حبيبك؟ للاسف، انا كنت فاكره انك حبيبي. انت اخر واحد تعرف معنى الحب، انت مجموعه كزورات محطوطه في سله واحده. ثانك يو. طب ايه رايك يعني لو ندي بعض فرصه ثانيه؟ ام كلثوم قالت فات الميعاد، وقبلها قالت للصبر حدود. لما تبعت لي ورقه طلاقي هتنزل لك عن فيلا وعن كل حاجه، مش عايز حاجه تربطني بيك. طب ايه رايك؟ ايه رايك بان انا مش هطلقك، واعلى ما في خيرك انت واخوك وعيلتكوا اركبوا مش كده وبس. لا ده انا كمان هطلبك في بيت الطاعه. شكلك مش هتلحق. ايوه حسين، احجز لي بكره على طياره لندن. شيرين يا شوشو، يا صباح جامد قوي، يا يظهر انك نمت كتير. يا
طبعا الواحد بذل مجهود ينايم جمل. يا شديد يا كركر. شوشو يا شوشو، ايه راحت فين؟ شوي. صباح الخير يا بيه. صباح الفل. انت مين؟ انا البوابه العماره اللي اجرت لكم الشقه دي. جريان ايه؟ بقول لك يا باشا، انا مش عايز لبط. خش كده اصلح نفسك والبس هدومك وخد الست اللي معاك وفرقوني، عشان الساعه لو عدت 12 الظهر هتدفعوا ايجار يوم كمان. لبط ايه وايجار ايه وست مين؟ دخينا ركز معايا، الست اللي معاك في الشقه هني جات لي واجرتها مني يوم واحد. انت تقصد ان الشقه دي ايوه مفروشه؟ انت هتستعبط. انا مش عارف ايه اللي بيحصل للناس دي، بعد ما تاخد مزاجها تعمل فيها عبد العبيد عشان ما تدفعش الاقاميه. انا مش عايز منك حاجه يا اخوي، فاهم؟ تاخد المدام بتاعتك دي وتفرقونها في خلال 5 دقايق، فاهم؟ خلاص فاهم. 5 دقايق وهبقى في الشارع. يلا. من ساعة ما صحيت شكلي كده ما خدتش بوسة وكعيت 100,000 جنيه. لا، أنا بس بدي أطلع البنك أوقف الشيك. أيوة. اعملي حسابك هنقعد مع بعض بالليل عشان نكمل كلامنا. كلام إيه؟ كلام اللي اتفقنا عليه. توقفي كل حملاتك الإعلانية على تجار العملة في الجرايد وفي التلفزيون كمان. تاني؟ احنا مش كنا قفلنا على الموضوع ده والمفروض انك تقتنع بوجهة نظري؟ المفروض؟ والمفروض ده على مين؟ علي انا؟ انا محدش يفرض علي حاجة خالص. مراتي تسمع وتقول حاضر وتنفذ وبسرعة. يا سلام. ليه ان شاء الله؟ خدامة ولا جارية عند حضرتك؟ أنا مقبلش يا باشا. تقبلي ولا ما تقبليش مش مشكلتي. وإلا؟ وإلا إيه يا أكرم؟ أنت بتهددني؟ افهم اللي تفهميه، مش مهم. أفهم من كده إنك مش عايز تكمل معايا؟ براحتك. طلقني يا أكرم. بكام؟ إيه؟ يعني إيه بكام؟ يعني بكام؟ واني لما اتجوزتك مش دفعت فيكي؟ عايزة تطلقي ادفعي. أدفع؟ أدفع إيه؟ أنا طلاقي منك في هدوء ومن غير شوشرة ده مكسب ليك، أنا بس اللي هكون خسرانة. أنا موافق أطلقك بالشكل اللي أنت عايزاه، بس ليا شرطين، شرطين اتنين. الشرط الأولاني أعرف منك مين هو الميت. والشرط التاني؟ من هنا ورايح مالكيش دعوة خالص بتجار العملة، مفهوم؟ مفهوم. انت الميت. طيب والشرط التاني هتعملي فيه ايه؟ محتاج تفكير. مفيش تفكير. زي ما طلبت الطلاق بسرعة هترد عليها دلوقتي وبسرعة. وعلى فكرة الكلام اللي هنقوله هيتسجل على شريط وهيفضل عندي، استخدمه وقت اللزوم. اخلصي وقولي لي رأيك ايه. ماشي. موافقة، بس تقولي الأول هنسجل إيه على الشريط؟ أنا متشكرة قوي يا جلال بيه. الحقيقة أنا ما بقتش عارفة أرد جمايلك دي كلها إزاي. لا جمايل ولا حاجة يا ست فتحية، أنت نسيتي إن إحنا أهل ولا إيه؟ يلا كتر خيرك. طب مش تنزل تشرب من إيدي فنجان قهوة؟ قهوة إيه بقى؟ خلاص انا بعد كده هبقى اشرب القهوه من ايدك كل يوم عندي في القناه. دلوقتي انا عاوزك تشوفي هتتصرفي ازاي في العش. هتصفي الحاجه اللي فيها؟ هتبيعيها؟ هتقفليها؟ هتعملي ايه؟ لا لا يا جلال بيه، انا مش هسيبها. محدش عارف الزمن ولا ايه اللي هيجرى بكره. لا لا انا هخليها للزمن. اصيله يا ست فتحيه. ودلوقتي بقى استعدي للمناقصه. طب
هو التأمين قد ايه يا جلال بيه؟ يعني عشان اعمل حسابي في الفلوس. تأمين ايه بس؟ ما تشيليش هم الموضوع ده، روح انت بقى. لا وحياة ستين نفسة ابدا، مش هيحصل، ما يصحش يا جلال بيه، كفاية اللي انت بتعمله معانا. طيب يا ستي خلاص ما تزعليش نفسك، شوفي انت معاكي كام، واذا الفلوس اللي معاكي قصرت هبقى انا اكملك. روح الهي ربنا يسعدك يا جلال بيه يا ابنا. هي امك اسمها ايه؟ اشمعنى؟ عشان ادعي لك باسمها. اسمها حكمت. اسمها حلو. ربنا يسعدك يا جلال بيه يا ابن حكمت، ويفتحها في وشك ويسترها معاك دنيا واخره. قادر يا كريم. مرسي. اهلا اهلا. ها ست بهيه. اهلا اكرم بيه. اهلا وسهلا، اتفضلي. خير يا بهيه ان شاء الله. تكونيش جايه لي عشان اقول لك على المفاجاه اللي انا عاملها لك؟ سيبك من المفاجاه دلوقتي، انا عندي ليك خبر مش كويس. في مصيبه حصلت. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ اتكلمي. سعر الذهب نزل قوي في السوق. يعني ايه؟ يعني خسرت 3 مليار ولسه السعر هينزل تاني. ثلاثة مليار؟ طب ايه اللي نزل سعر الذهب؟ مش المفروض انني اللي بتحكم في السوق؟ الرحباني مسيطر على السوق من قبل منك، وبعدين خد اوردر من ناجح ان هو ينزل في سعر الجرام 12 جنيه، والسعر نزل فعلا. ومن ساعتها والناس عندها هستيريا، عماله تشتري في ذهب مش عارفه ايه اللي هيحصل. سويد. يا نهار اسود. ايه المصيبة دي اللي اتحدفت فوق دماغي؟ ويظهر اني ناجح كمان، مرتب لي حاجة تانية انيل، وعايز يبعت لي رسالة، عايز يقول لي يا شاطر ما تلعبش مع الكبار، العب يا شاطر مع الصغيرين اللي قدك. ماشي يا ناجح. وانت كنت في ايه؟ فين اتصالاتك وعلاقاتك ومعارفك؟ يظهر انك شغاله معاهم ومسلطينك عليا. انت ما تجيش المكتب تاني، ما اشوفش وشك، مفهوم؟ هي دي المفاجاه اللي كنت محضرها لي؟ ايوه هي دي المفاجاه. يلا قولي مع السلامه. انا ماشيه، بس عايزه اقول لك حاجه قبل ما امشي. في مفاجاه تانيه انا محضراها مني ليك، هتعرفها قريب قوي. باي باي. لازم الحق نفسي مع الناس اللي لميت منهم الفلوس، يا اما ياخدوا بضاعه يصرفوها يا اما يستنوا. خير يا دكتور؟ حضرتك شايف حاجه في نتيجه التحليل؟ من فضلك رد عليا، التحليل في ايه؟ في الحقيقه احنا عملنا التحليل دي مرتين، مره عندنا هنا ومره في معامل وزاره الصحه. ولزومه ايه كل الدوخه دي؟ ارجوك يا دكتور قول لي انت كده سيبت مفاصلي. قولي لي المريضه بتقرب لك ايه؟ اختي الصغيره. طب هي عايشه معاكي؟ في اختلاط؟ ايوه يا دكتور، من فضلك قول لي نتيجه التحليل بالظبط ايه؟ يعني حمود؟ خلاص انا حموت زي ما بيقولوا في التلفزيون اللي بيتصابوا بيه. امسكي نفسك يا انعام، ممكن تخفي بالعلاج يا اختي. وده جالي منين وليه؟ يا اما دم ملوث او عده ملوثه من ساعه العمليه، او من معاشرتك الهباب اللي اسمه كرمان ده. طب والعمل ايه دلوقتي؟ ده لو فتحت هتبقى بجلاك. ما تخافيش، محدش هيعرف حاجه، انا هحجز لك اوضه لوحدك وهتدخلي تتعالجي ومحدش هيعرف عنك حاجه لحد ما تخفي وتبقي زي الفل. عمري ما سمعت في التلفزيون عن حد خاف منه. خلي ايمانك بربنا قوي، ربنا رحمته واسعه. طب والعلاج ده هياخد وقت قد ايه؟ ياخد اللي ياخده بقى، المهم دلوقتي ان انا كلمتلك المستشفى وهنروح دلوقتي انا وانتي. خسرتك يا نعيم، خسرتك. انا لسه امبارح بقول الدنيا بدات تزهزع في وشي بعد ما دنيت مبوظه في بقيه السنين اللي فاتت دي كلها.
تقومي انت تيجي النهارده وتقولي لي ان انا هموت؟ لا 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 محمد رسول الله، محمد رسول الله. يا اختي خلي ايمانك بربنا قوي، احنا دلوقتي مفيش حاجه في ايدينا غير ان احنا نقول الحمد لله. انا خلاص قلبي بيتقطع عليكي، مش هنقدر نعمل حاجه غير ان احنا نشوف العلاج. وهتعملي ايه مع امك؟ مش هقول لها طبعا، دي لو عرفت حاجه زي دي ممكن تموت فيها. طب وتفتكري كرام هتعرف؟ هي مالها منى؟ بعدين هتعرف منين؟ الجرايد ما بتسيبش حد في حالها يا الهام. سيبينا في اللي احنا فيه دلوقتي، يلا بينا نطلع اوضتك عشان نجهز حاجتك ونلحق نروح المستشفى. يا بنت بختك يا نعام، خلاص هتموت مش هتشوفي الدنيا دي تاني. عامله ايه وزي نجوى؟ الحمد لله كويسين. نجوى استلمت الباسبور بتاعها وراحت على البيت، وانا قلت اجي اشوفك واسلم عليك. رايحه فين؟ مسافرين بيروت انا ونجوى. ليه كده؟ وانا ليه ايه هنا عشان اقعد عشانه؟ كل حاجه بقت تبوظ من حواليا، نجوى ومجنناني وعايز اشتغل رقاصه، وانت اللي كنت مصبرني واتسجنت. طب اشمعنى بيروت؟ هشتغل مدربه رقص شرقي في مدرسه كبيره هناك. السفر امتى؟ لما يبعتوا التذاكر. يعني خلاص مفيش حد عيبه في مصر بيخاف عليا؟ ايه يا مصطفى، لسه بس دلوقتي حاسس ان انا بخاف عليك بعد الوقت ده كله؟ لا انا حاسس من زمان وعارف ان انت بتخاف عليا. ما نطقتش ليه من زمان؟ يفيد بيه بقى خلاص. صح، فات الميعاد وما عادش ينفع دلوقتي خالص. ربنا معاك يا مصطفى، اشوف وشك بخير. معقوله؟ معقوله يا سوزي بتحبيني كل الحب ده وكاتمه في قلبك؟ يا خساره. فينك؟ لا تليفون بتردي عليه ولا بتيجي الوزاره. اصل انا كنت بمر بظروف نفسيه صعبه، اتطلقت. اخيرا اتطلقتي من اكرم العبد؟ انا مش مصدق نفسي. انا عايزاك تقولي مبروك. انت عارف انا لو مش شايفه ان فيها جنان كنت عملت حفله طلاق بصراحه. لا لا مش الدرجه دي، لكن قوليلي عملتي ايه؟ ابدا، اتنازلي عن كل حاجه. والمقابل؟ المقابل حاجه هعملها بس على عيني. معلش، في حاجات كتير في دنيتنا بنعملها غصب عننا. انا عملت اقرار بالصوت والصوره واقرار كتابي كمان ان انا ما اعملش اي حملات لا صحفيه ولا تلفزيونيه ضد تجار العمله في السوق السوداء. وايه؟ وكتبت وصل امانه ب 15 مليون جنيه. ليه كده؟ اهو اللي حصل بقى، كنت عايزه اخلص منه وخلاص. هو انت مش مبسوط ان انا اتطلقت ولا ايه؟ انا كنت فاكره ان الموضوع ده هيفرحك. طبعا طاير من الفرحه، بس موضوع وصل الامانه ده هو اللي مزعلني. كل واحد بياخد نصيبه بقى. افتكر الاقرار المسجل اللي هو عامله ده او كتابي مش قانوني، ده اولا. وثانيا ده راجل عبيط مش فاهم اي حاجه، لان الاقرار ده بيثبت ان هو تاجر عمره لو اي حد شافه او سمعه. كلامك مظبوط، بس المشكله دلوقتي ان وصل الامانه هو اللي هيكتفني. هو الوصل ده لصالح مين؟ لصالح دينا مراته التانية. عموما مش مشكله، طول ما هو بعيد عننا مش هيحصل اي ضرر. بتفكر في ايه يا معالي الوزير؟ توافق ان معالي الوزير يطلب ايدك ويخطبك؟ ده شيء يسعدني سعادتك، بس الحقيقه ما ينفعش عشان لسه العده ما فاتش منها الا 70 يوم بس. خلاص يبقى قدامنا 20 يوم خطوبه وبعدين نتجوز. ياه. على فكره انت ما كلمتينيش عن عيلتي خالص. عيلتي مين؟ ازاي يعني؟ يعني اخواتك، ابوكي، امك. لا انا مقطوعه من شجره سعادتك. اكسكيوز مي، هو حضرتك هتتجوزني ولا هتتجوز عيلتي؟ انت طبعا، بس انا محتاج اعرف عنهم. هو الحقيقه والدي ووالدتي ماتوا في العراق في حرب الكويت، وبعدين انا بنتهم الوحيده. انا حتى ما اعرفش اي حاجه عن خلاني وعمامي، ما اعرفش هم عايشين فين. وبعدين انت تعرف ان كده احسن لك، حتى مش هيبقى عندك حما يقول لك عايز مهر كذا وشبكه كذا طب انت بقى تطلبي ايه؟ اما يجي وقتها نبقى نتكلم.
هنعيش في الفيلا بتاعتي. اشمعنى؟ عشان ما ينفعش نعيش في قصر اكرم العبد، وبعدين اتس باد كارما. اوكي، بس مش عايزين اي حد يعرف اي حاجه لحد ما نكتب الكتاب.